السؤال، هل كل الزواج المسيحي بإذن من الله أو بحسب رغبة وإرادة الإنسان أو قسم ونصيب؟ والكتاب يقول ما جمعه الله لا يفرقه إنسان. ما جمعه الله لا يفرقه إنسان يعني ما جمعه في السر الكنسي اللي بيه يصبح الزواج علاقة شرعية في الكنيسة. لكن مش معنى كده أن ربنا يريد هذا. في أشياء كثيرة نقول عليها بالسماح من الله، ولكن لا نقول إنها بإرادة من الله. إرادة الله أن الجميع يخلصون، لكن مع ذلك ربنا بيسمح بحاجات كثيرة. ربنا بيسمح أن القاتل يقتل، وبيسمح أن الزاني بيزني، وبيسمح أن الغلطان يغلط. فالزواج نقول عليه بالسماح من الله وبشرعية، لكن بإرادة الله دي نعرفها بعد ما يتم الزواج ويمشي إزاي. يعني الزواج مثلا يفشل ويتحول إلى طلاق، هل نقول هذا الزواج كان بإرادة من الله؟ والزواج اللي بيفشل ويتحول إلى بطلان، هل نقول إن هذا الزواج كان بإرادة من الله؟ بالسماح من الله، بالسماح. الإرادة عن الحاجة اللي تكون كلها صح.